رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة بتنفذ برنامجها بخطى ثابتة وفق رؤية وطنية خالصة من منطلق إيمان راسخ بأنه لا إنجاز دون متابعة ولا عمل دون شراكة. وأكد أن الحكومة مستمرة في بذل قصارى جهدها لرفع معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات بما يسمح بزيادة فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن. خلونا بقى ندخل شوية كده في الأرقام وفي النسب اللي جت في التقرير. الإصلاحات الهيكلية اللي شهدها الاقتصاد المصري ساهمت في خفض معدل البطالة خلال الربع الثاني 2018-2019، سجل 8.9% مقارنة بمعدل البطالة قبل كده كان 11.3% خلال نفس الفترة العام الماضي. ومن المتوقع كمان وفقا للحكومة أن معدل البطالة ينخفض أكتر ويوصل ل 9.7%. الرقم ده غلط. ل 2018 كان 8.9% في الربع الثاني 2018-2019، ف 8.9 ده اللي احنا عليه دلوقتي، اتوقع انه ينزل عن 8.9 مش يطلع ل 9.7. هو المفروض ما يطلعش بالظبط، فهو اعتقد ينخفض. وعايز اقول لك على حاجه بقى، ممكن تكون احصائيات البطاله دي كمان غير دقيقه، لان في جزء فيها العماله اللي بتشتغل الموسميه والمؤقته كمان بتتحط في